تعالوا معانا نشوف سندوتش الدجاج بالفلفل. فلفل، في فلفل يعني شطه وفي فلفل احمر. اول حاجه عندي العجينه، مكوناتها من كوبايتين من الدقيق، معلقه خميره، رشه سكر ورشه ملح، ومعلقتين زيت، وميه لاتمام العجين. تاني زي ما قلنا، كوبايتين دقيق، معلقه خميره، معلقه سكر ورشه ملح، ومعلقتين زيت، وميه لاتمام العجين. هنجيب بس الملح هنا. اما بقيه المكونات، الحشو عباره عن صدرين من الفراخ متقطعين مكعبات، صدرين من الفراخ متقطعين مكعبات، وثلاث ثمرات فلفل مشويين. عملنا ايه عشان نشويهم؟ شلنا البذر اللي جواهم وفتحناهم نصين وحطيناهم تحت الشوايه عشان يوصلوا للدرجه دي. بعد كده عندي معلقه شطه صغيره، ومعلقه كاري، ومعلقه كزبره، وثلاث فصوص ثوم مطحونين، ومعلقتين زيت، وعندنا كمان احنا سوري معلقتين زيت، وعندنا كوبايه ايه ده؟ ده انا دخلت في الاكله الثانيه، انا اسف. صدرين فراخ، رشه شطه، رشه بهارات، ورشه من بودره الزعفران، وثلاث ثمرات فلفل مشوي، وكمان اثنين بصل متقطع مكعبات، وفصين ثوم، وكوبايه جبنه مبشوره. الحشوه ثانيه، واسف ان انا كنت قلت الحشوه الاكل بتاع الجزء الثاني. عندي ثلاث ثمرات فلفل مشوي، صدرين فراخ متقطعين مكعبات، ورشه شطه، ورشه بهارات، وثلاث فصوص ثوم مطحونين، وكمان بصلتين متقطعين مكعبات، ورشه بودره زعفران، وكوبايه من الجبنه المبشوره، اي نوع جبنه احنا بنحبها. ممكن تكون موتزاريلا، ممكن تكون جبنه شيدر، ممكن تكون جبنه رومي، زي ما تحبوا. هشتغل في حاجتين مع بعض. هناخد العجين اهو، ونحط الدقيق، كوبايتين من الدقيق، وبعدين نحط الخميره والسكر ورشه الملح على بعض. على بعض ما فيش مشكله، وهنسيبهم يدوبوا مع بعض شويه كده، ونبدا بالراحه كده نزود ميه لغايه العجينه ما تلم معانا، ونوريكم شكلها. وفي نفس الوقت هنيجي بقى نحط هنا، في هنا معلقتين الزيت، يبقى احنا حطينا كوبايتين الدقيق، معلقتين الزيت، معلقه الخميره، وشويه ملح، وشويه من السكر صغيرين، وهنزود ميه لغايه العجينه ما تلم معانا. كل ما بروح في مكان، يعني امبارح واول امبارح كنت في مكان كبير كده، وبشكر كل الناس اللي قابلونا هناك، بيسالوني نسبه الميه، بقول يا جماعه احنا هنحط ميه لغايه ما تلم معانا. انا ما اعرفش الدقيق اللي انا جبته فيه نسبه رطوبه ولا لا، يعني انا الدقيق اللي بشتريه انا ما اعرفش اذا كان فيه رطوبه ولا لا، فعشان كده انا بحط الميه لغايه العجينه ما تلم معايا. لكن اللي عايز يشتغل ستاندر، كيلو الدقيق بياخد 550 ملي ميه، يعني قد النص وشويه كمان صغيرين. هنزود الميه لغايه ما تلم معانا اهو، وبعدين هنروح بقى علشان نشتغل على الفراخ شوية زيت، وهنحط عليهم البصل المتقطع مكعبات، وبعدين ناخد معانا ياسمين. ازيك؟ الو الو، اهلا يا ياسمين. الو يا شيخ، ازيك يا حبيبتي؟ الو، ايوه انا سامعك، اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. ايوه انا بحبك. ايوه والله يا شيخ، عايزه طريقتي. طريقتي ايه يا حبيبتي؟ حاضر يا ياسمين، والله وانا كمان بحبك من غير ما اشوفك. وانت عندك كام سنه؟ عندي 11. حبيبتي ربنا يخليكي ويديك الصحه، وانا بشكرك على اتصالك، وهقول لك على الحواوشي. حاضر من عينيا. والحاجه تانية تقريبا انطلبت، البصل حطيناه اول ما دبل معايا عشان الطاسه كانت سخنه، شايفين اصفر ازاي؟ هنحط نركنه على جنب كده لغايه ما نرجع تاني. لكن احنا هنعمل ايه؟ هنحط عليه الفراخ، نحط الثوم الاول المطحون، ونحط عليه الفراخ، وانا حاطط الشطه والبهارات، وهندي شويه ملح، وهندي شويه فلفل، وبعدين زي ما قلنا في هنا رشه من بودره الزعفران، ونقلب كل ده مع بعضه. ده الحشو بتاعنا، الحشو بتاعنا. وهناخد الفلفل اللي احنا شاويينه، هنحطه في الكبه نطحنه اهو. الفلفل اللي احنا شويناه هنطحنه في الكبة عشان يبقى ناعم خالص. انا هزود عليه سنة مية صغيرة. ليه؟ علشان خاطر انا عايزه يبقى زي الصوص اهو. ما تنسوش ان احنا حاطين شوية شطة جوه المقادير بتاعتنا. اللي عايز يزود يزود، اللي عايز ما يزودش ما يزود.
يبقى انا طحنت الفلفل المشوي خالص اهو، بقى عامل زي صوص الطماطم بالظبط. خلاص نرفع نحط دي كده، وناخد الخليط ده نخليه هنا دلوقتي، ونروح نبص على العجينه. اهي العجينه خلاص مش محتاجه ميه تاني، هوريها لكم. وبعد كده انا عندي زي ما قلنا دولاب التخمير، دولاب التخمير ده اللي هو فيه حته تبقى دافيه شويه في المطبخ عندي. ادي العجينه شايفين عشان مخدومه صح، وادي بعد ما اتخمرت مساحه او كميه العجين اللي احنا عملناها دي اهي، شايفين بقت قد ايه؟ بقت الكميه دي اهو، عشان تقارنوا بين الاثنين. هنجيب شويه دقيق عشان نفرد عليهم العجينه، وفي نفس الوقت هبص على الفراخ. الفراخ دي كان عليها ايه؟ عليها شطه وعليها شويه من البهارات وشويه من الملح والفلفل وبصلايا وفص ثلاث فصوص ثوم كله مع بعضه مع شويه بودره زعفران. ليه؟ علشان انا عايزها تاخد لون، تاخد لون شويه زي ما احنا بنقول براون اهو كده. بقى الفراخ اول ما لونت معايا وصلت لدرجه النضج دي، هضيف عليها الفلفل المفروم المشوي اهو، ودي هتبقى الحشوه بتاعتنا بتاعت الفطيره بتاعتنا او البيتزا بتاعتنا، سموها زي ما انتوا عايزين. انا هسيب كل ده يغلي مع بعضه وينشف، لازم يتشرب معاه، يبقى مفيش ميه خالص. ليه؟ علشان تخلي العجينه بتاعتي تستوي معايا. فانا هسيبها كده على النار، ونروح نفرد العجينه بتاعتنا مع ادي شايف شفتوا العجينه نسبتها بقت قد ايه؟ دي اللي قبل التخمير ودي بعد التخمير، شايفين ادي الحجم وادي الحجم. هناخد رش الدقيق ونرفع العجينه بالراحه. وناخد عليها كمان رشه من الدقيق ونفرد العجينه عشان مخدومه صح. شايفين كل ما كانت العجينه مخدومه ومتخمره صح بتتفرد بالايد اهي، مش محتاجه مردنه زي الحلاوه على راي مجدي. صح؟ مين معانا يا مجدي؟ طيب اهو شايف ازاي؟ اهو شايفين؟ هنعمل ايه بقى؟ قبل ما احشيها، قبل ما احشي العجينه بتاعتنا هعمل ايه؟ هجيب الصينيه اللي انا هدخلها فيها في الفرن. وعاده لو عايزين العجينه بتاع اي عجين ما يلزقش معانا ادوا رش الدقيق. ناس كتير قوي بتحب تحط زيت، مفيش مشكله، لكن الدقيق يعمل معايا ايه؟ ما يخليش العجينه تلزق معانا. هنرفعها بطريقه هوريها لكم، لان انا ما اجي ارفعها كده هتمط معايا. انا هرفعها لكن انا عايز اوريكم ازاي ترفعوها من غير ما تمط معاكم. هنيجي كده على المردنه وناخد الحرف بتاعها كده ونعملها دايره اهي، ونيجي كده من الناحيه دي نفرد كده. بقى اطمئنيتي ان هي فين؟ جوه الصينيه بتاعتي. بس في دقيق، هنجيب فرشه علشان نشيل كل كميه الدقيق دي. وانا عندي بقى زي ما قلنا الحشوه بتاعتي بدات تبقى معايا موجوده جاهزه اهي. ليه؟ لانها وصلت لدرجه التسويه اللي انا عايزها. حتى لو كانت شويه، حتى لو كانت شويه نيه، شويه نيه هتستوي لما احطها في الفرن. هناخدها كده اهي، وبعدين نفرد شويه. استاذه ايات اهلا بحضرتك. الو. الو. اهلا يا ايات. لو سمحت انا بسال عن البتاع اللي انت بتعمله دلوقتي. على ايه يا حبيبتي؟ يا ايات. السندوتش اللي انا بعمله حضرتك دلوقتي. لا انا مش سامعك. السندوتش اللي حضرتك بتعمله دلوقتي. حاضر هجاوبك عليه. حاضر حاضر بشكرك يا ايات وهجاوبك عليه. اخر حاجه شويه ميه وبالفرشه، ونيجي على الحروف دي ندهن. عايزين تقسموها تقفلوها زي ما انا هقفلها كده، عايزين تعملوا سندوتش مقفول خالص، عايزين تعملوا كل اللي انتوا عايزينه متاح لكم، انا بس بديكم الفكره. عايزين تخلوه مفتوح برضو مفيش مشكله. احنا هنيجي هنا ناخد شويه كده اهو واشيل الزيادات. يعني ايه؟ يعني هاجي كده اشيل
كل الزيادات دي، انا هخليه مفتوح. الفكره جات لي دلوقتي، على فكره الافكار بتتوارد وانا شغال، انا كنت هقفله خالص بس انا هخليه مفتوح عشان تشوفوا كمان الناس بتحب تشوف الحاجه وهي جوه يعني الحشوه يحبوا يشوفوها وهي جوه الساندوتش كده. اهو بنشيل الزياده، ربنا يخليك. كده بنقفل دي من هنا ونقفل دي من هنا، وهنيجي نعمل ايه بقى؟ شايفين في هنا عجينه، مفيش مشكله، هناخد دي كده اهي، وناخد دي كده، وناخد دي كده، ادي حاجه. وبعد كده بقى اعمل لها كده بالمقص حتت. ليه بقى؟ عشان تديني شكل جمالي جواها كده. اهو يا استاذ محمد واحنا مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيف يوسف الله ينور عليك بجد، يعني مش عايز اقول لك، يعني بجد انا سعيد جدا. اول حاجه ان انا بعمل مداخله مع حضرتك. ربنا يخليك يا محمد بيه. والله والله بجد فعلا، وانت بتعمل حاجات رائعه جدا 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 بجد والله. ده من ذوقك يا محمد بيه، ربنا يخليك. وعايز اقول لك ملحوظه بسيطه قوي بس، ان الواحد فعلا ان علمنا منك كتير بقى دلوقتي. لما المدام تبقى زعلانه شويه وعايزه تروح عند مامتها وعند بابا، ببقى سعيد جدا ان انا ابقى سعيد جدا بالمطبخ لوحدي بجد. بص يا محمد بيه، اولا خليك معايا ما تقفلش. اولا انت قلت حاجه، انا يعني اتمنى ان المدام ما تزعلش وتروح عند مامتها، تروح للزياره بس. لا انا ببقى سعيد بالموضوع ده بصراحه. مجدي بيقول وانا كمان مع لكن انا عايز اقول لا، يعني ربنا يخليك. انا بشكرك قد ايه الاتصالات بتاعت زي ما قلنا الرجال بتعجبنا قوي، لانهم يعني بداوا يبقى عندهم اهتمام بالمطبخ. مالكش سؤال يا محمد بيه؟ والله بس احنا كنا عايزين فقره الحلواني، كنت حضرتك جبت الشيف ادري. ايوه يا فندم. عمل تورته قناه السويس اللي هي المركب دي، كانت بجد كان يوم رائع، وبجد كانت فعلا حلقه رائعه جدا. ايوه. اتمنى احنا نشوف فقره حلواني يعني تبقى زي كده، اللي هي تبقى كلها مثلا مخبوزات، لان برضو المخبوزات عندنا احنا ضعاف قوي فيها بصراحه. حاضر يعني. ان شاء الله. على فكره في اللي جاي ان شاء الله هيبقى كل اللي بتفكر فيه حضرتك. انا بشكرك طبعا يا محمد بيه على اتصالك، واحنا سعداء بسماع صوتك وبسماع ملحوظاتك. دي الفطيره بعد ما خلصناها، او الرغيف او الساندوتش. ممكن الخلطه دي هقول لكم بس كده بعد ما ادخلها الفرن ونحطها شويه على الارضيه. الخلطه دي ممكن نعملها، نعمل فيها ايه؟ ما نحطش عجينه خالص، ممكن نجيب رغيف فينو او رغيف باجيت ونفتحه ونحط في الحشوه ونحط عليه الجبنه وندخله الفرن ياخد شويه جلتان او الجبنه تسيح. وبالهنا والشفاء، مش شرط تبقى عجينه.